طيب فاكر اول كلمه قالها لك الكابتن طارق سليم بعد ما خلصت الدوره المدرسيه؟ لا كابتن طارق ما شاء الله الحمد لله، يعني الله يرحمه، الله يرحمه كان يا سيدي. يعني اللي انا بشوفه اللي انا كان بيثني عليا ثناء كبير جدا جدا يعني، وده امر طبعا الواحد بيعتز بيه، ودي يعني اكيد لما اكون شهاده من واحد زي الكابتن طارق طبعا كلعيب وكقيمه، اكيد ان دي حاجه بتفرح الواحد يعني. مين اول واحد قال لمختار مختار انت موجود بكره مع الفريق الاول هتتمرن عشان تبقى موجود معاه اساسي؟ كان الكابتن فؤاد شعبان الله يرحمه. الله يرحمه. كابتن فؤاد انا اول ما جيت كان هو اللي كان موجود، وهو مع هيدوكوتي. كان مع هيدوكوتي، وكان هو طبعا هو يعني كان ما شاء الله كابتن فؤاد له الله يرحمه يا سيدي له دور كبير جدا، وكان هو اللي بيعمل كل حاجه، هو اللي بيتكلم، وهو هو كان كان مستر هيدوكوتي كان موجود معانا، انما كان يعني بيقول كابتن فؤاد كان الله مجمل، يرحمه كان حافظنا كلنا مجمل، ولمنا. وكان لكن الكابتن فؤاد هو اللي كان بيقول التفصيل بتاعت كل شيء. هو اللي قال لك؟ هو اللي قال لي، وهو طبعا كان احساسك ايه؟ كان له دور كبير طبعا، امر صعب جدا بصفة. انا بقول لك، وانا قبل ما اجي انا كنت يعني مش متخيل اللي انا كنت برجوه، ان انا يعني ارجوه من توفيق ربنا ليا ان انا ابقى معاهم ماتش احتياطي، ابقى موجود. يعني انت حلمت بالفكر اللي انت بتقول ده عليه؟ حلمت انك انا في نجوم كتير قوي، وكان اللي بيقعد احتياطي بيبوس ايدي وش الجار، انما انت حلمت ان انا لازم الانسان بيبقى عنده عزيمه وراده، طبعا قلت لازم ابقى موجود في وسط طبعا الناس دي. شوف، هو الواحد لما يكون بعيد غير لما بيقرب. نعم، اول ما بيقرب بيحس ان الامر يعني هم الناس يعني نجوم بالنسبه لي. اما اشتغلت معاهم وابتديت يعني اتدخل في المناخ اللي هم فيه، من فضل الله من فضل الله عليا، انا كنت يعني بتحط في وسط الملعب، وكان كان الاساسي يعني اللي معايا على طول محسن، كنت انا ومحسن، وكان بقى يتحط معانا ماتش جمال عبد العظيم، بس كان جمال بقى كان داخل في شويه مشاكل دي كانت مبعداه شويه، كان يشتغل معانا يعني شطه ماتش، طاهر ماتش بتاع، انما كنت انا ومحسن كنا موجودين على طول. فمن فضل الله ده كان يعني دي بقى كانت امر طبعا هايل. انا هرجعك لورا شويه كده، فاكر اللحظه اللي انت اول مره دخلت فيها اوضه غرفه الملابس مع النجوم اللي انت بتتكلم عليها دي دلوقتي؟ كان احساسك ايه؟ لا شوف، هو طبعا انا مش فاكر لاول مره، انما طبعا الواحد مبهور يعني مبهور في ان هو هي دي الاوضه اللي بيقلع فيها فلان وفلان، وهي دي اللي بتاع ايه، وانا بقيت يعني بقيت معاهم. النجوم اللي تظهر دي كلها بتطلع من الغرفه دي، سبحان الله. لكن يعني هذا فضل ربنا على اي انسان طبعا، انه لما يعايش حاجه ويتعامل معاها بشكل فيه استمراريه، اكيد ان الامر بعد كده بيبقى ايه بالنسبه له، شويه شويه يمكن يبقى هايب الموقف، لكن شويه شويه الهيبه ديت بتروح منه، وبعدين بيحس ان الامر بقى طبيعي وعادي، وديت اللي بتخلي الواحد يتفوق يعني يتاقلم بسرعه. انا هاجي يعني هلعب بطرح مين ولا هلعب مع مين، لكن هي دي اللي شويه شويه خلتني انا اللي بقيت موجود، انا اللي بقيت اساسي، انا اللي بقيت حاسس ان ده انا ساعتها بعد الفطله بقيت انا ومحسن واي حد بيتحط معانا. نعم، فده امر طبعا ده بيدي ثقه وبيعلي. مين اللعيب اللي احتضنك في الاول اللي انت بقيت زي انتيم معاه واستريحت له وتحس انتوا بقيت خلاص بقيتوا انتيم مع بعض؟ اكرامي. اكرامي، كنت انا واكرامي ما بنسيبش بعض تقريبا يعني اوضه الاعدام، فكان هنتكلم عليها كنا في اوضه الاعدام، بس دي بعد يعني اكرامي اول واحد كان معايا على طول، كنا بنروح مع بعض بيته وكنا نيجي على بيته. الصوره دي فاكر الصوره دي؟ مع كوكي. اكرامي انسان طيب جدا أوي. جدا يا سلام جدا على كوكي. وبعدين هو ما شاء الله جامد ما شاء وكده الله، لكن قلبه يعني ما شاء الله قلب كبير جدا يعني. يعني اكرامي كان اول واحد. وبعدين بقى لا بعد كده بقى خلاص اندمجت مع الفرقه. خلاص بعد كده، وبعد كده زادت، وبعدين لما اكرامي طبعا تزوج يعني خلاص بقى ليه بيته بتاعه بتاع مراته، خدته مننا شويه وبتاع، فابتديت يبقى ليا حد تاني. هل لسه في تواصل مع اكرامي؟ لا على طول، ما انا انا طول. انا متواصل من فضل الله مع معانا كلنا مع انا معايا بالنسبه لي شخصيا ان احنا لازم نتكلم بعض. طيب فتره اسكو التدريب فيها كان بيبقى مختلف عن النادي الاهلي، هل تدريب النادي الاهلي
فرق معاك ولا أثر عليك؟ لا فرق معايا طبعا أكيد. أنت كل ما بتلتقي يا مصطفى وكل ما بتلتقي بالفكر بتاع الناس اللي بتشتغل معاهم أكيد أنت كمان بتزود نفسك. نعم. ودوت أنا عشتها بشكل كويس أوي. أنا أول ما اشتغلت في النادي الأهلي كان ليا دور، كنت بشتغل في حته اللي من ناحيه الشمال ديت بشكل هايل جدا جدا، وكانت ليا يعني بقى ليا شكل فيه. بعد الموسم الاولاني والموسم الثاني الناس حفظتني في ان انا عندي انطلاقات في الحته دي. اكيد انا نفسي كمان مع المدربين اللي معايا ابتديت اغير، لان لما تشتغل بريتم واحد اكيد ان الامر دوت يعني هتحجم نفسك. نعم. لكن الحمد لله من فضل الله عليا ان انا ابتديت اغير طريقه لعبي بلفظ اشتغلت على نفسك. وانا بلعب في نفس المكان ده ابتديت اغير في طريقه لعبي، ابتديت اتغير في طريقه انطلاقاتي، بدل ما بنطلق من بره شويه لازم ابتدي الاول اخش جوه. نوعت لعبه. لوع، لان اي حد هيحفظك.